السلام عليكم. اليوم حنلعب سولو ونخلص كم تحدي، وكمان لازم نطلع اليوم توب 1. بس ما عم تحطوا لايكات على الفيديو، بس اللي عم تحضروه تظهر دغري وما حدا عم بفوت عم بفعل جرس او شي. هلا بلش الداء، خلينا نعمله ان شاء الله دغري من اول واحد بيطلع التوب 1. راح نمت من اول داء. اجتنا هذي، انت دمه قليل. هذي استعمل هاي. يس لازم يكون حدا حد حدا. يا الله ايه خلينا اخدتها قطع قلبك. هادي لا قتلني، والله حرام. طلعنا الرابعين، يلا خمس فلوس حلوين. خلينا نخلص التحديات، يا رب نفتح صناديق اليوم. هذا ان شاء الله فينا نقتله ما يقتلنا. هدي باي. ما قلت خلص. طيب ليش رجعت انا رحت عليه؟ والله مش عارف. ان شاء الله حرام اصولة تتكوش. لازم نربح، لازم نطلع الطبمان، مش نطلع العاشر او التاسع. هي اصلا الشخصية دمها قليل كتير. لا لا على شي ار ايه اجا من وراي حبيبي. الله ما عم في، حنغير شخصية أكيد. صراحة من هالشخصية عم تطلع كتير ضعيفة، إنه مش ضعيفة بعدها ليفل قليل. بس هون حناخد هذا كتير قوي، هو من الرير يعني لازم يكون أقل شي دمجه إنه بيطير ألف. حلو 7500 شي كتير حلو. دمجه حلو 450 ضرب 3 بس. هذا هل اللي تحت؟ هلا انا بنزل مش هو يجينا غبي. جينا وهيلو ناقص. تعال وين انه هجمت علي جاي تهرب. وهلا قتلنا اول واحد الحمد لله يعني. صار هيلو 9100، انا نوصل للعشرة الاف. بعتقد بيوصل بهو 9500. هلا صار هيلو منيح، بس هجم علي فطير لي هو. لا طلعت التالت للاسف يعني. هيدا هلا طلع التالت وسبع قوس حلو، بس بيقلنا وين ثلاث مرات وين مرة. ونحنا من اصل ثلاثة فعاملين اثنين. نحنا هي يمكن اخر داء ومنشوف هلا اذا فينا نفتح الصناديق. لا بيمتش الا من الغدرات ما شاء الله. مثلا هيدا مش حفينا ليه لانه بدمج كتير من قريب. اوكي بدمر 3000 بس قوية. الله ياخد الصناديق. الله يا ترى شو متحالفين مبين لي. لا تعي تعي والله قتلوني كلهم هجموا علي حرام. كيف التامن مت السادس؟
غريب. لازم هلا نخلص، لازم نطلع الاول تاني تالت واحد من التلاتة عشان نفتح صندوق ونختم الفيديو. هربنا، تعرفوا ولا هربنا؟ انا بدي يوصل يقتلني خليني اروح يعني قبل ما اروح. تعال نزلك هيلك طاير، تعال. لا 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 لا، خلق كلهم بيستقوا علي، يعني مش هيبقى حدا ما يستقوا علي لما هيلي يروح. راح هناك الله تصروا بعض. هلا تعال لازم نور في اتنين صار منهم. هذا عن قريب كتير ضعيف. ها خلصت بيلي واحد. مين هالواحد؟ خلينا نشوف. هي 5400 ضربة واحدة. ما صرش ربحنا، ربحنا منيح. نشوف إذا فينا نفتح صناديق. الحمد لله فينا نفتح، بس شو هو؟ صندوق صغير. أول شي مصاري 29 قلت ما طلع لنا شي للأسف. وباي.